مخيم نازحين بدرعة، مخيم نازحين بدرعة، مخيم 11/2012. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. مخيم نازحين بدرعة. أي يعني عالي يا زلمة يعني عشرين ألف. لا إله إلا الله. الله أكبر والعزة لله. مخيم نازحين بدرعة. الله أكبر، الله أكبر. حاصرت عناصر الجيش الأسدي عصابات الأسد. الجيش الحر في مخيم درعا يحاصر عصابات الأسد 2/11/2012. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الجيش الحر يحاصر عصابات الأسد 2/11/2012. الله أكبر والعزة لله. مخيم النازحين بدرعة.